السلام عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير ولا ما عرفتش من وقت في النهار هذا. سمحوا لي غادي نتكلم مره اخرى، واخا ما موليش ندير هاد الفيديوهات وهاد التخربيق لانه كيجيني حاجه زايده وماشي ما كاين ليها رقانه. ولكن عندي ميساج، الله يرحم بها الوالدين. اليوم ميساج غادي نحترم واحد السيده على ود العمر ديالها. السيده اللي كتسمى مي فاتحه ولا مي نعيمه ولا ما عرفتش شنو سميتها. ديك الهضره اللي كتخرج تقول الله يرحم لك الوالدين وحق الله العلي العظيم، كون ما كنت محترم العمر ديالك قسما بالله تنخسر الهضره، وما عمري بغيت نخسر الهضره في الفضاء العام. الله يرحم الوالدين، الا عندك شي فم جمعيه في هذا الوقت. الله يرحم لك الوالدين، الا عندك شي غباء جمعيه في هذا الوقت. الله يرحم لك الوالدين، الا عندك شي فكر خامج جمعيه في هذا الوقت. البلاد كتريب، المغاربه مراد. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. هذه الامنا اللي ما عرفتش شنو هي، هذيك المؤثرات الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا سميتهم. الله يرحم الوالدين مره اخرى. اللي عندها شي فاس باغا تكبروا، تكبروا من بعد. اللي عندها شي عقيقه، شي سبوع، شي زبل، تخليه من بعد. الا باغيين تعاونوا هاد البلاد، تعاونوا هاد المغاربه، عاونوهم. ما قادرينش وضربوا الطم، سكتوا، بعدوا من اليوتيوب عباد الله، بعدوا من لي ريزو سوسيو. الله يرحم الوالدين، ما تبقاوش تبارطاجيو لديك خيتي، ما تبارطاجيوش دوك خياتنا. والمغاربه اللي غاديين كيتفرجوا في روتيني اليومي، عيب عليكم، عيب عليكم، عيب عليكم، عيب عليكم.